أحكمت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية صباح هذا اليوم سيطرتها الكاملة على عزلة الأقروض وطهرتها من الميليشيات الانقلابية بعد معارك عنفة استمرت لأكثر من شهر. الآن نستطيع نقول أن مركز الأقروض ومديرية المصراخ محررة تحرير كامل ما عدا بعض الجيوب في آخر المنطقة باتجاه الدمنة، وإن شاء الله سيتم إعادة ترتيب وتجهيز اللواء لخوض المعركة الحاسمة لتحرير مدينة تعز إن شاء الله خلال الأيام القادمة. المطالي وجبل ورقة كانت آخر معاقل الإنقلابيين في الأقروض، لكنها تهاوت اليوم أمام ضربات قوات الجيش الوطني التي أجبرت الإنقلابيين على الفرار تاركين وراءهم أسلحتهم وعتادهم. تم استعادة هذا المدفع وكثير معدل 23 وكثير من الأسلحة التي كانت في أيدي الإنقلابيين، وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى. الله خسائر الإنقلابيين كانت كبيرة، فجثث ميليشياتهم متناثرة في كل تباب وقرى عزلة الأقروض، ناهيك عن عدد من الأسرى الذين سلموا أنفسهم لقوات الجيش الوطني.